ما حأطلع من العادات والتقاليد والسفر الرمضانية اللي متعارف عليها، رح نضلنا ضمنها، بس طبعا بتمنى انه الطبخ يكون دهونه اقل وما كتير في دسم وقلي، هيدا بتمنى ايفن مع انه بعرف انه كتير صعب. بس من عادتنا من سفرتنا الرمضانية، تفضلوا انا عزمتكم على الافطار اليوم. سفرتي الرمضانية فيها كل شيء، فيها الهريس، فيها الثريد، فيها السمبوسة، فيها الرز، السمك المشوي مش مقلي، مشوي، وكل الأطباق اللذيذة. هلأ الشيء اللي بدي كنت فكروا فيه دايما أنه هالأطباق سوف تكرر يوميا برمضان، إذا مش يوميا على الأقل 5 مرات 10 مرات برمضان، مزبوط ولا لا؟ نحن هالأطباق حنشوفها أكثر من مرة، فأنا كل يوم بدي أختار صنف واحد من هالأطباق، ما لازم أكل شوي من هون شوي من هون شوي من هون وأترس معدتي لا مي ولا هواء، لا، ما بدي لبك معدتي، معدتي صايمة كل النهار، بدي أعطيها بتروي صنف واحد من كل هالأطباق. قبل طبعاً منبلش بالشوربة، الشوربة كتير مهمة برمضان، ليه؟ لأنه كمان it's warm، دافية لمعدي صايمة كل النهار. منبلش بشوربة، صحن شوربة جديد صغير، كمان بيخلينا نحس بالشبع أبكر، يعني ناكل شوربة بعدين سلطة بعدين المين دش. بالمين دشز بتمنى مثل ما قلت اليوم أنا مشتهية الثريد ومشتهية الهريس واثنينيتهم دسمين، بس خلينا اليوم أكل شوية هريس مثلا. أنا إذا بدي حافظ على وزني بعد ما أكلت شوربة وسلطة تقريبا انتلت معدتي، ما حكيت على السمبوسة بعد. هلأ إذا سمبوسة مشوية أوكي فيه مرق وحدي، بس إذا بدي أكل 10 سمبوسة بالقعدة شو بده يصير فيه؟ يعني it's too much، أكيد حيزيد وزني بعد رمضان. سو وحدة سمبوسة هيدا إذا عم حافظ على وزني مش إذا بدي نزل وزن. وبجيب الهريس صحن اللي بدي أكل فيه، بسكب مقدار، يعني أنا إذا بدي نزل وزني بكفيني أنا كأنثى بوزني أنا الحالي، بكفيني هيدي مقدار مغرفة وحدة، لأنه أوريدي أكلت شوربة وسلطة وحبة سمبوسة. إذا أنا شاب في أخذ 2، بس هيدي صدقوني this is more than enough، بكفي لأنه المعدة انتلت أوريدي بالشوربة والسلطة، فباكلها بتروي بنبسط فيها، وبكره باكل ثريد واللي بعده باكل رز وسمك مشوي. بهالطريقة بكون أنا ما عم مأذي حالي، عم باكل كل اللي مشتهيته من الأكل الطبيعي، وبالتالي بطلع من رمضان يا اما محافظه على وزني او نازل وزني اكثر من اللي انا عليه هلا.